محافظون يتفردون بالمقدرات والقرارات، تحذيرات شعبية وقانونية من حصر السلطات بيد المحافظين، ودعوات لتفعيل الرقابة القضائية. بين مشاريع وهمية وأخرى معطلة، 300 مليار دولار في جيوب المتنفذين، والكاظمي يخوض التحدي الأكبر في مقارعة الفاسدين. مطار بغداد وجهة جديدة لصواريخ الكاتيوشا، قصف جديد يحرج موقف الحكومة، والعمليات المشتركة تشكل لجنة لملاحقة المتورطين. الحصانة النيابية تمارس ضد كورونا أيضا، حماية النائب محاسن حمدون يكسرون أبواب مستشفى الحجر بالموصل ويخرجونها بالقوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. البداية من التحذيرات السياسية والشعبية المتصاعدة من حصر مقدرات العراق بيد سلطة المحافظين، حيث دعا مسؤولون محليون وخبراء قانونيون وتنسيقيات شعبية إلى ضرورة أن تفعل آليات الرقابة القضائية على سلطة المحافظين التابعين لجهات سياسية وحزبية، ولا تكون الرقابة بيد أعضاء مجلس النواب الممثلين للمحافظات في البرلمان. وحذرت التنسيقيات الشعبية من أن غالبية المحافظين ينتمون إلى كتل وجهات سياسية ويخضعون لإملاءات رؤساء تلك الكتل في تسخير مقدرات المحافظات وفق أهواء شخصية وحزبية، لا سيما في ظل غياب الرقابة على أداء المحافظين في الوقت الحالي. وأكدت التنسيقيات الشعبية أنها لن تسمح باستمرار مسلسل الفساد الذي بدد مقدرات العراق طيلة الأعوام الماضية، مجددة الدعوة لضرورة خضوع السلطات التنفيذية في المحافظات إلى رقابة صارمة وإشراف مباشر من السلطات القضائية. وفيما تتعالى التحذيرات الشعبية من حصر القرار المالي والإداري بيد سلطة المحافظين في عموم العراق، أقدم محافظ صلاح الدين عمار جبر على إقالة 3 مديرين في عدة بلديات ورؤساء هيئات في محافظة صلاح الدين في غضون أيام قليلة. وأوضحت وثيقة صادرة عن محافظ صلاح الدين صدور قرار بحل مجلس إدارة هيئة الاستثمار وإنهاء تكليف رئيسها ليث حميد خلف وتكليف نائب رئيس الهيئة وكالة. يشار إلى أن محافظ صلاح الدين عمار جبر كان قد أعفى مدير بلدية قضاء الدور ومدير بلدية العلم نهاية الأسبوع الماضي. بدورهم رأى خبراء قانونيون أن سلطة البرلمان على أداء المحافظين لن تكون بالمستوى المطلوب، محذرين من مغبة عدم خضوع المحافظين لرقابة قضائية في ممارسة أعمالهم وإصدارهم لقرارات مالية وإدارية مفصلية في شؤون المحافظات. بعد حل مجالس المحافظات، الحقيقة رغم أنه المحافظين هم أصلا كانوا معينين ومنتخبين من قبل مجالس المحافظات استنادا إلى المادة 122 من الدستور، لكن الحقيقة وقد أعلن مجلس النواب عن نفسه مراقبا لعمل المحافظين، لكن بالتأكيد أن الرقابة لن تكون بالشكل المضبوط على أعمال المحافظين، وهنالك كثير من الملاحظات على بعض المحافظين. لذلك يفترض أن يكون هنالك رقابة قضائية من الادعاء العام. في السياق، أكد مراقبون أن غياب السلطة الرقابية على المحافظين دفعهم للتفرد بالقرارات والتحكم بمقدرات المحافظات، مشيرين إلى أن نواب المحافظات في البرلمان لا يستطيعون التوفيق بين أدائهم التشريعي والرقابي في بغداد ومراقبة أعمال المحافظين.
في غياب يعني مجلس المحافظة في عموم المحافظات اللي حلت فيها المجالس، في غياب مجالس المحافظات انفرد المحافظين بسلطة إدارة المحافظة، وفي هذا الحال غابت سلطة الرقابة على المحافظ إلا بعض الصلاحيات التي منحت لأعضاء البرلمان في المحافظات. وطبعا مهام أعضاء البرلمان مهام واسعة، لا يمكن يعني التوفيق ما بين عملهم الرئيسي في السلطة التشريعية وما بين مراقبة عمل المحافظين في كل جزئياتها، لأنه المحافظة يعني عملها واسع وقراراتها يومية ومحافظات واسعة، فيعني تغيب السلطة الرقابية على المحافظين في حال يعني عدم وجود مجالس المحافظات. في السياق، طالب أعضاء في مجلس المحافظات المنحلة الحكومة المركزية بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة عمل أداء المحافظين، مؤكدين أن عملية الفساد ازدادت في الآونة الأخيرة في ظل غياب الرقابة على أداء المحافظين. لاحظنا بعد حل المجالس زاد الفساد في المحافظات العراقية، وخصوصا نحن نتكلم عن محافظة نينوى، لم يغير شيء من واقع الحال، بل زاد الفساد في بعض المؤسسات الخدمية. نحن بدورنا كأعضاء مجلس محافظة المنحلين يعني نطالب الحكومة الاتحادية والحكومة المركزية وحتى الحكومة المحلية لأن يقوم بتشكيل لجنة لمراقبة الدوائر الخدمية والدوائر الصحية وجميع مؤسسات الحكومة في هذه المحافظة، لأنه اتضح لدى الجميع بأنه حل المجالس ليس كان عائقاً أمام الدوائر الخدمية أو لحل بعض المشاكل في محافظة نينوى. شعبيا، شدد مواطنون على ضرورة تفعيل دور الأجهزة القضائية في عمليات الرقابة على أداء الحكومات المحلية، فيما أشاروا إلى أن الفساد استشرى في الكثير من دوائر المحافظات الحكومية، مطالبين بالوقت ذاته بوقفة جادة لمساءلة الفاسدين. والله هو التصريح الفساد المستجري في نينوى يعني خلي يشدون عليه شوية، لأنه ترى بنية تحتية مدمرة والفساد موجود بكل الدوائر الدولة بالموصل، يعني حتى المحافظة ماكو دائرة استعمال طبية على ختم تدفع لها 25,000 دينار 20,000 دينار ديلا ديما الشوكة، يعني الفساد غرقانين احنا بالفساد، لو ما الفساد كان هاي البنية التحتية كلها الدم انبنت وصارت، يعرفوا بس يجون السلام عليكم في أمان الله وسدوا الشوارع وسدوا ما أعرف إيش. والله يا أحسن طريقة هاي مال تصليح الفساد، يعني نطالب من عندهم باقصى حد وباسرع وقت ممكن يقضون عليه للفساد، اذا ما تقضى على الفساد انت ما يصير عندك لا امان ولا يصير عندك شيء. الاخبار مستمره. اكد الامين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر ان اعاده النظر في القرارات المسيسه التي ظلمت الكثير من الشركاء خطوه شجاعه في دعم صف وطني موحد يعبر التحديات. وشدد الشيخ الخنجر في تغريدة على تويتر على أن صعوبة المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جادة نحو لم الشمل وجمع الفرقاء وتجنيب بلادنا أثر الفتن التي استغلها الطائفيون والفاسدون. أثناء ذلك، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الحكومة إلى اتخاذ معالجات سريعة لتوفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث بحث الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتداعيات تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط. بدوره أكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل مع القوى السياسية من أجل تجاوز التحديات التي يمر بها العراق، ومن أجل توحيد الجهود من أجل تحقيق مصلحة المواطن. وفي سياق الفساد المستشري في العراق، كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية عن أن قيمة الهدر المالي في العراق بلغ نحو 300 مليار دولار على 6,000 مشروع معطل أو وهمي منذ عام 2003، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد تعد التحدي الأهم في برنامج
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أعضاء في اللجنة المالية النيابية قولهم إن ملف محاربة الفساد شائك ومعقد، لأن كل الحراك السياسي ينطوي على فساد، وأغلب كبار الموظفين مشمولون بهذا الفساد، لافتين إلى أن حجم الهدر المالي في العراق بلغ مليارات الدولارات نتيجة فساد ممنهج ومشاريع وهمية أدارتها أحزاب متنفذة، هذا مع غياب التنمية وتدهور الصناعة والزراعة المحليتين في البلاد. إذن يتطلع الشعب العراقي إلى تقديم من تسبب بهدر المال العام للمحاكم المختصة بالفساد وتقديمهم للعدالة، الأمر الذي بدا جليا بأن حكومة الكاظمي ستضعه ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي. التفاصيل في هذا. مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة يبدو أنها أحد أبرز التحديات وأصعب معركة تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الفاسدين، لا سيما أن الفساد أصبح قوة منتشرة في جميع مفاصل الدولة ومحمي من جهات حزبية. الكاظمي كان قد طرح في برنامجه الحكومي بأنه من ضمن البرنامج أنه سيقوم بمحاسبة وإنهاء وملاحقة حيتان الفساد، بالتالي هو الآن مطالب من قبل الشارع العراقي، من قبل المتظاهرين وبعض الأطراف السياسية بالفعل بملاحقة قتلة المتظاهرين بالدرجة الأساسية، وكذلك الحال سراق المال العام، إذا ما أراد الكاظمي فعلا بأن يكسب ود الشارع العراقي. الكاظمي يبدو أنه عازم على إجراء تغييرات جذرية في الحكومة التنفيذية من أجل السيطرة على إيرادات الدولة وكبح جماح حيتان الفساد، لكن يبقى السؤال هل إنه سيتمكن من محاكمة الفاسدين في الحكومة السابقة؟ أنا أعتقد بداية جيدة، لكن إذا أراد أن يكسب الناس ويتجاوز الأزمة الاقتصادية لابد أن يضرب بعض الحيتان وبعض كبار الفاسدين الذين يتفاخرون بأنهم أفسدوا واستبدوا طيلة السنوات الماضية. ورغم الثروات الكبيرة التي يمتلكها العراق والتي وفرت للحكومات المتعاقبة منذ 2003 مبالغ طائلة، لكن معظم هذه الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين في ظل نظام سياسي يقوم على فكرة توزيع موارد الدولة بين الأحزاب المتنفذة. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. على هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس مجموعة الموارد للدراسات الأستاذ نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم. إذن هناك رغبة شعبية ومطلب شعبي أساسي يبدو أنه الآن جلي وضروري، وهو محاسبة الفاسدين. إمكانية تحقيق ذلك في ظل حكومة الكاظمي؟ بالتأكيد نحتاج إلى إرادة، وينبغي على الرئيس يكون هناك رغبة حقيقية، والرئيس أو القائد الذي يريد، قائد الفاشل الذي يتمنى، وهذا لم تكن إرادة ولم تكن عزيمة، بالتأكيد سيكون المركب بين الأطماط المحل، وهذا يعني سيكون إغباط وارتباك في المشهد السياسي والحياة الاجتماعية وكذلك الاقتصادية. العراق لا يتحمل بعد المجاملات والمحاباه والعظمي أن يكون أكثر جرأة وشجاعا، لأن القائد أو الرئيس الناجح والراسخ الذي يستطيع أن يزيل غبار الإهمال على نفائس البلاد. هل أن الكاظمي يخطي هذه الخطوات والإجراءات الجادة والجديدة والراشدة والرشيدة أن تكون القرارات أسوة بقرارات التي كانت دائما تجامل هذا الطرف على حساب ذاك الطرف؟ لكن كما تعلمين ويعلم المشاهد، أولا انخفاض أسعار النفط وعدم وجود سيولة وكذلك الوباء الفيروس الكورونا، هذه كلها تمضي الدولة العراقية مثل ما مضت السنوات الماضية. طيب أستاذ نجم، هل تعتقد أن عدم وجود كتلة نيابية سند وظهر للسيد الكاظمي يمكن أن يزيد الضغط على السيد الكاظمي، ومدى إمكانية تعويض ذلك من خلال عنصر الشارع، خصوصا أن محاربة الفاسدين ومكافحة الفساد كان مطلب شعبي أساسي؟ يعني أولا
نعم احنا نظامنا نظام برلماني تشريعي وحكمة سياسية ويحتاج إلى تصويت بعض القرارات. لكن علينا أن نتذكر أن البرلمان العراقي منذ 11 منذ التظاهرات والاحتجاجات عام 2019 كم جلسة عقد وكرع وكم قرار أصدر وكم لص تمت محاسبته، لم تكن إلا لربما 14 جلسات منذ 8 أشهر. الأمر الآخر، بما أن مقبل انتخابات مبكرة سواء نهاية هذه السنة أو بداية سنة 21 لا يحتاج إلى البرلمان، لأن أصل هو الشارع العراقي، الإرادة، القرارات، القرار التي سالت هي ليس ضد السيد الكاظمي ولا ضد شخص معين، وإنما ضد الأحزاب. الأحزاب أين متواجدة؟ متواجدة في السلطة التشريعية، ومن السلطة التشريعية انتقلت إلى السلطة التنفيذية. ينبغي على السيد الكاظمي أن يستقطب الجماهير الناس حتى تقف معه ولا يحتاج إلى السلطة التشريعية. اليوم البرلمان إذا شكلت كتلة أغلبية بإقالة السيد الكاظمي 8 أشهر لا تستطيع أن تقيله. السيد عادل عبد المهدي تمت الاستقالة ورا 8 أشهر إلا تم الاتفاق على السيد الكاظمي. إذن السيد الكاظمي يمتلك فرصة حقيقية واقعية أن ينطلق بقوة، وهذا ما يعني لابد أن تكون الوعود حقيقية ودقيقة، لأن ركائز الوعود 3، الواقعية التي تستطيع أن تنفذ، وكذلك جاهزية الواعد والموعود، وإلا غدت المواعيد مواعيد أرقوب. نعم، رئيس مجموعة الموارد للدراسات الأستاذ نجم القصاب، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. بالعودة إلى ملف التحضيرات السياسية والشعبية المتصاعدة من حصر مقدرات العراق بيد سلطة المحافظين، حيث دعا مسؤولون محليون كما أشرنا وخبراء قانونيون وتنسيقيات شعبية إلى ضرورة أن تفعل آليات الرقابة القضائية على سلطة المحافظين التابعين لجهات سياسية وحزبية، وألا تكون الرقابة بيد أعضاء مجلس النواب الممثلين للمحافظات في البرلمان. هذا وحذرت التنسيقيات الشعبية من أن غالبية المحافظين ينتمون إلى كتل وجهات سياسية ويخضعون لإملاءات رؤساء تلك الكتل في تسخير مقدرات المحافظات وفق أهواء شخصية وحزبية، لا سيما في ظل غياب الرقابة على أداء المحافظين في الوقت الحالي. وأكدت التنسيقيات الشعبية أنها لن تسمح باستمرار مسلسل الفساد الذي بدد مقدرات العراق طيلة الأعوام الماضية، مجددة الدعوة لضرورة خضوع السلطات التنفيذية في المحافظات إلى رقابة صارمة وإشراف مباشر من السلطات القضائية. للمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ مشتاق الشمري. أهلا بك أستاذ مشتاق. إذن مشكلة جديدة بعد حل مجالس المحافظات، وهي حصر السلطة ومقدرات المحافظة بيد رجل واحد، كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة، أو ما هو أفق حل هذه المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك سيدتي وشكرا لقناة الفلوجة على هذه الاستضافة. بالتأكيد ملاحظة بسيطة، أنه المجالس مستمرة بعملها لحين مصادقة قرار المحكمة الاتحادية، وهذه فقرة مثل ما تعلمين يعني فقرة قانونية ودستورية، هي أنه تستمر المجالس التي يعني تتعرض لحل بقانون أو بتشريع برلماني بالعمل لحين يعني صدور أمر من القضاء من المحاكم المختصة، وفي هذه الحالة هي المحكمة الاتحادية، محكمة الفصل بين السلطات. مثل ما ذكرتي أنه المحافظين اليوم بعد أن تم إيقاف أعمال مجالس المحافظات بدأوا يعني مكشوفين الظهر، هم لا يستطيعون أن يؤدوا عملهم بشكل صحيح، وذلك بسبب التجاذبات التي يتعرضون لها من البرلمانيين أحيانا أو من أحزاب
متمكنة أحيانا أخرى. مثل ما يعرف الجميع بأنه بعد عام 2003 العراق أصبح نظام حكمه بمستويين، المستوى الاتحادي والمستوى المحلي. لا يمكن الآن أن نلغي أحد هذه المستويات، لأن هذه شرعت بالدستور، والكل يعلم أن هذا الدستور عندما ذهب العراقيون ليوافقوا عليه ما حصل من يعني شد وجذب في تلك الفترة، ووصل الأمر إلى أن صدرت فتاوى بتحريم أو تكفير من يذهب، والذي لا يذهب قد يحرم ويخون، وحصل قتل وسحل في الشوارع بسبب هذا الدستور الذي اختير من قبلهم وصوت عليه الناس. ثم الآن يريدون أن يقوموا بخلل دستوري كبير، وهو إخلاء ساحة المراقبة المحلية، المستوى المحلي في المراقبة، والذي يعني يتضمن أهم فقرة هي مراقبة المحافظين. المحافظ اليوم هو الجهة التنفيذية العليا في المحافظة، رئاسة الوزراء ثم المحافظ. وهذا حتى قبل عام 2003 مثل ما تعرفون أنه كان نظام الحكم كان نظام فردي، وكان المحافظ هو السلطة العليا في المحافظة، وكان لديه صلاحيات واسعة تعادل صلاحيات رئيس الدولة تقريبا. يأتي اليوم ونلغي هذا النظام الرقابي للمحافظين، هذا طبعا خطأ كارثي تسبب في تراجع العمل الخدمي بشكل كبير خلال هذه الأشهر التي مضت. سيد مشتاق، الآن الرقابة بحسب ما يذكر نقلت إلى النواب، نواب هذه المحافظة، وهؤلاء في الغائب ينتمون إلى كتلة واحدة، وبالتالي هذا يقلل من فرصة محاسبة أداء المحافظ وأدائه في صرف مقدرات هذه المحافظة. ما الحل إذن؟ ألا يمكن العودة إلى سلطة قضائية تشرف بشكل مباشر على هذا المحافظ؟ لا، هو الحل كان موجود، يعني الدستور ثبت بأنه مسؤولية أعضاء مجالس المحافظات هي مراقبة وإشراف وتشريع الموازنة المحلية وانتخاب أو إقالة المحافظ. نعم. يعني أمور محددة وبشكل واضح وصريح، مثل ما في البرلمان لديه ثلاث مهام رئيسية هي الرقابة والتشريع القوانين، فالرقابة والإشراف وتشريع القوانين، يعني هناك أيضا صلاحيات مشابهة لأعضاء مجالس المحافظات. اليوم الأعين بالحقيقة تنظر إلى السلطة القضائية بأن تقوم بتعديل ما تم تشريعه من قانون أعرج يستهدف هذه السلطة الرقابية المحلية، بدلا من أن نزج بالقضاة وأن نجعل من عندهم منهم صفات رقابية، لأن الكل يعلم بأنه آخر حلقة فقط بقيت للعراق هو القضاء. واليوم الجميع الناس ينظرون إلى القضاء بأن يكون الحلقة الأخيرة التي تحاول أن تقود يعني دفة البلد إلى الخير نوعا ما. نعم، قد يكون هناك بعض الإشكالات في بعض يعني حلقات القضاء، ولكن بشكل عام وخاصة المحكمة الاتحادية لا زالت هي الحلقة الأهم في هذا البلد. لذلك نحن اليوم عندما نأتي ونقترح بأن نزج بالقضاة، بنجعلهم في مفوضية مستقلة، أو نجعلهم في جهات رقابية، أو نجعلهم في جهات متابعة وإشراف للتنفيذيين، هذا طبعا سوف يحقق هزة وانعدام الثقة في القضاء. بل بالعكس، نأمل اليوم من القضاة أن يعيدوا العمل الرقابي الإشرافي الحقيقي. مجلس النواب له رقابة وإشراف ومتابعة اتحادية على الوزارات والسلطات العليا، ومجالس المحافظات هي التي لها الرقابة والإشراف على المحافظين والدوائر التنفيذية الأخرى. قد يقول قائل بأن مجالس المحافظات فيها فساد وفيها تردي وفيها كذا. نعم، حالها حال جميع دوائر العراق، ولكن هذا هو نظام دستوري، وهذا هو النظام اللامركزي الذي اختير بعد عام 2003. وقد لربما الكثير منا لم يكن يرضى بهذا النظام، ولكنه حصل وسار، ونحن الآن أصبحنا جزء منه. أن نأتي ونلغي ونزج بدوائر أخرى في مجال عمل هم ليسوا مختصون به، هذا طبعا يؤدي إلى عرقلة العمل بشكل أكثر، ولا يؤدي إلى تطويره. إذن السيد مشتاق هنا يطرح سؤال: القرارات التي اتخذت في هذه الفترة من قبل رؤساء مجالس المحافظات أو رئيس المحافظ من قبل المحافظين، ما مصيرها؟ خصوصا أن بعض المحافظين قاموا فعلا بإقالة بعض المديرين وتعيينات خاصة من غير رقابة، ما مصير هذه القرارات إذن في حال ما تشير إليه من إمكانية العودة بالعمل بمجالس المحافظات؟ سؤال جدا مهم.
نعم سؤال جدا مهم. يعني هذا اليوم بعض الدوائر بالحقيقة هي صلاحية المحافظ في درجة رئيس قسم فما دون لديه صلاحيات في التغيير، ولكن هناك دوائر بدرجة مدير عام أو معاون مدير عام أو جهات تكون بشكل هيئات ولديها مجالس، مجلس هيئة مثل ما اليوم شفنا حل دائرة استثمار صلاح الدين وحل مجلسها بالكامل. هذا طبعا مخالفة دستورية واضحة، لأنه هذا يعني يحتاج إلى تصويت مجلس محافظة. هم اليوم يقولون نحن نريد أن نغير، طيب لماذا لم يكن تغيير منذ كل هذه الفترة التي مضت؟ هل كان مجالس المحافظات معرقلين؟ لا، لم يكونوا معرقلين بالتغيير، ولكن مجالس المحافظات كانوا أداة لتحقيق التوازن في المحافظات. نعم. اليوم أصبح نظام الحكم الفردي للمحافظ يغير ويقيل، ولربما هناك مشاكل شخصية أو لربما هناك مشاكل حزبية، وهذا طبعا يؤدي إلى انفلات وإلى تغيير. هنا إذا حكمت المحكمة الاتحادية وعادت مجالس المحافظات سيتم مراجعة جميع هذه الإقالات التي حصلت، إن كانت الإقالات بأسباب موضوعية وبأسباب صحيحة فيها مشاكل فساد أو فيها جنبات مالية أو فيها سوء إدارة، بالتأكيد مجالس المحافظات لن يسمحوا بإعادة هؤلاء ولا وسيضفون الشيء الشرعي لقرارات المحافظين. نعم. لكن إذا كانت هناك إقالات بسبب أهواء شخصية أو أمور حزبية، بالتأكيد مجالس المحافظات إذا ما تم إعادتها بقرار المحكمة الاتحادية سيكون لها دور فصل في أن تضبط الإيقاع وتنظم المسير في هذه الدوائر التنفيذية، بدل من أن تتفلت الأمور، وخاصة اليوم الجمهور أصبح جمهورا واعيا يرى ويسمع ولا يقبل أن تتفلت الأمور بشكل أكثر في الأيام المقبلة. جميل. عضو مجلس محافظة بغداد السابق الأستاذ مشتاق الشمري، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة. في السياق الأمني، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد دون تسجيل خسائر بشرية. وقالت خلية الإعلام الأمني إن القوات الأمنية حددت منطقة انطلاق الصواريخ، مبينة أن الصواريخ الثلاثة انطلقت من حي المكاسب جنوب بغداد. وأوضحت خلية الإعلام أن الجهات المنفذة للهجوم استخدمت قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ، وقد عثرت القوات الأمنية عليها وأبطلت جميع الصواريخ المتبقية. في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تشكيل لجان للكشف عن مطلقي الصواريخ على عدد من المواقع في بغداد. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن عملية الملاحقة ليست بالسهلة وتحتاج دقة للتأكد من هوية من يقوم بهذه الأعمال، وإن اللجان بدأت بالعمل وإن النتائج سترفع إلى القائد العام للقوات المسلحة وهو من يتخذ القرار. وأضاف الخفاجي أن إطلاق الصواريخ هو تصرف فردي لا يعكس وجهة نظر الدولة في تطبيق القانون وفرض السيادة. في سياق ذي صلة، أعلن الوفد العراقي المفاوض أن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن ستنطلق في شهر تموز المقبل. جاء ذلك خلال استضافة الوفد في مجلس النواب لبحث تفاصيل الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، حيث أشار بيان صادر عن رئاسة البرلمان أن الجلسة ركزت على عدد من الأولويات التي يجب تضمينها في الجولات المقبلة للحوار، وعلى رأسها الملفات الأمنية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والتعليمية. إذا تصاعدت وتيرة القصف لمواقع تضم قوات ومسؤولين أمريكيين مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وسط تحذيرات من أن رسائل الكاتيوشا ستحرج موقف الحكومة في مسار حوارها مع واشنطن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. للمرة الثالثة تسقط صواريخ الكاتيوشا مجهولة المصدر على مواقع ومعسكرات يوجد فيها عناصر تابعين للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وذلك منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية. تكرار القصف يضع حكومة الكاظمي في موقف حرج، وهو الذي اختار الحوار سبيلا لترتيب العلاقات مع الولايات المتحدة أملا بتهدئة الأطراف السياسية التي تقف بالضد من الوجود العسكري الأمريكي، لكن مواصلة استهدافه من قبل جماعات خارجة عن سيطرة الدولة تضعف الموقف العراقي في الحوار، إذ يعكس ذلك فقدان السيطرة على السلاح وانعدام السيادة.
حكومة الكاظمي باشرت بتحرك فعلي لملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا، معلنة تشكيل لجان مختصة بذلك، وهو أول تحرك من نوعه. لكن مراقبون للمشهد يعربون عن مخاوفهم من أن تصل اللجان إلى طريق مسدود، وهذا ما يعزز مخاوف واشنطن من عدم سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت التي يستهدفها بين حين وأخرى. ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي الأستاذ ماجد القيسي. أهلا بك أستاذ ماجد. ماذا بعد تحديد منصة الصواريخ التي أطلقت هذه الصواريخ، ماذا بعد ذلك أستاذ ماجد؟ تحية طيبة. الحقيقة هذه الحادثة الثالثة التي يتم فيها إطلاق صواريخ على معسكر التاجي وعلى محيط بغداد في خلال أسبوع منذ بدء الحوار الاستراتيجي ما بين واشنطن وبغداد. أعتقد هذه رسائل إلى الحكومة قبل أن تكون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والرسالة هي مفادة أن الحكومة قامت بتشكيل لجان وهو تحدي للحكومة حقيقة، وبذلك هذه المجموعات هي تتحدى الحكومة، وهي رسائل إلى الحكومة وإحراج لها قبل أن تكون يعني إحراج للقوات الأمريكية التي لم تقع فيها خسائر. نعم أستاذ ماجد، إذا كانت هذه رسائل للحكومة، رسائل داخلية قبل أن تكون رسائل خارجية، الحكومة السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي كيف يستقبل هذه الرسائل وكيف سيتعامل معها؟ الحقيقة يعني هي هذه الرسائل هي محرجة نعم إلى الحكومة، سيما وأن الحكومة قد تعهدت في الجولة الأولى من الحوار بحماية المصالح الأجنبية والقوات الأجنبية في العراق، وكان هو هذا طلب أمريكي أثناء الجولة الأولى من الحوار الذي جرى يوم الخميس الماضي، وبالتالي هذه جاءت الهجمات هي ردا على هذه الطلبات الأمريكية والتعهدات العراقية. اليوم الحكومة محرجة وعليها اليوم أن تتخذ خطوات وإجراءات. أعتقد تشكيل اللجان يعني خطوة لا أقول إنها غير صحيحة، ولكن من الممكن القيام بخطوات أكثر واقعية، وهي تحشيد الجهد الاستخباري وإعطاء صلاحيات للقادة والآمرين لملاحقة هذه المجموعات، مجموعات الكاتيوشا وتعقبها وإلقاء القبض عليها. أما تشكيل اللجان ومن ثم رفع نتائج التحقيق إلى القائد العام للقوات المسلحة لأخذ موافقته باتخاذ الإجراءات، هذه هل هذا ممكن سيد ماجد؟ محاسبة المتورطين بهذا التحرش الأمني إن صح التعبير، هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يقدم السيد مصطفى الكاظمي على مثل هذه الخطوة، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي بحاجة لضمانات، بحاجة إلى ما يثبت أن الحكومة العراقية الحالية قادرة على حماية المصالح الأمريكية في العراق؟ ينبغي عليه أن يقدم على 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 هذه الخطوات، لأن هناك حوار استراتيجي والمصالح العراقية اليوم يعني يجب أن تأتي كأسبقية أولى، المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي هو تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بحماية قواتها والقوات الأجنبية والمصالح الأجنبية، وبالتالي عليه أن يقدم على هذه الخطوات. هذه الهجمات يتمس الأمن الوطني العراقي، وأعتقد لا داعي لتشكيل لجان حتى يتم التحقيق في هذا الأمر، وإنما يجب إعطاء الصلاحيات للقادة والآمرين باتخاذ خطوات كبيرة. يعني الجهات، هل تقصد أن الجهات محددة ومعروفة؟ المتورطون معروفون؟ حتى وإن كانت لم تكن معروفة أو محددة، هذا واجبات الاستخبارات ووكالات الاستخبارات هي التي تبحث عنها وتأتي بالمعلومات، ومن ثم القيام بخطوات خطوات لإيقاف هذه الهجمات. أعتقد تشكيل اللجان هي بيروقراطية طويلة قد تأخذ وقت طويل، وقد تتكرر هذه الهجمات باستهداف القوات الأمريكية والمصالح الأجنبية. نعم، الخبير الاستراتيجي الأستاذ ماجد القيسي كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة.
في أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 60 حالة وفاة و1385 إصابة و591 حالة شفاء من فيروس كورونا في عموم العراق. وتوزعت الإصابات إلى 608 إصابات في بغداد و132 إصابة في سليمانية و109 إصابات في ذي قار و100 إصابة في ميسان و76 إصابة في البصرة و62 إصابة في ديالى و60 إصابة في بابل و56 إصابة في واسط و40 إصابة في كربلاء و35 إصابة في كركوك والنجف و32 إصابة في أربيل و19 إصابة في الديوانية و11 إصابة في نينوى و6 إصابات في الأنبار وإصابتين في دهوك والمثنى. بدورها كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق عن أن 40% من الإصابات بفيروس كورونا خالية من الأعراض أو لا يصاحبها سوى أعراض خفيفة. وقالت الصحة العالمية أن المصابين بفيروس كورونا من الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة قادرون على نقل المرض، وأن كل ما يشاع عن عدم قدرتهم على نقل الفيروس عار عن الصحة. وشددت المنظمة على أهمية الإجراءات الوقائية وسبل إيضاحها بشكل مباشر للمواطنين لاتباع التدابير الصحية الضرورية. وفي واقعة أثارت ضجة كبيرة في مدينة الموصل، أقدمت حماية النائب عن تحالف القوى محاسن حمدون على إخراجها من مستشفى السلام في مدينة الموصل بالقوة، على الرغم من إصابتها بفيروس كورونا وعلى الرغم من رفض الكوادر الطبية. وأفاد مصدر محلي أن أفرادا من حماية النائب محاسن حمدون أخرجوها بالقوة من مستشفى الحجر بعد كسر الباب في المستشفى، على الرغم من عدم التأكد من سلامتها وخلوها من الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف المصدر أن مدير المستشفى يعتزم تقديم استقالته احتجاجا على دخول حماية النائب إلى المستشفى بتلك الطريقة وإخراجها من الحجر عنوة. بدورها استنكرت دائرة صحة نينوى اعتداء حماية النائب محاسن حمدون على الكوادر الطبية وإخراجها من الحجر الصحي بالقوة، رغم مطالبة الأطباء بضرورة بقائها في الحجر. فيما أكد مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي أن حمدون ما زالت مريضة رغم تحسن حالتها، معتبرا خروجها من الحجر الصحي خطرا على أهالي نينوى. نأسف لتصرف هذا السيدة النائبة محاسن حمدون وخروج السيدة النائبة من المحجر، يعتبر خطورة لأهالي محافظة نينوى واختلاطها بالمواطنين. طبعا نتمنى من النائبة محاسن حمدون أن تراجع نفسها وتعود إلى المستشفى لإكمال العلاج، لأن تنقلها وبين المواطنين يهدد صحة وأمن المحافظة. طبعا رسالتنا للسيدة النائبة، هي مريضة ونتمنى أن تراجع نفسها، وأحيانا هذا التصرف خاطئ. ندعو السيدة النائبة، نتمنى لها الشفاء العاجل، ونتمنى أن تبتعد عن اختلاط بالمواطنين وأن تعود إلى المستشفى فورا لإجراء العلاج، وإن شاء الله صحتها هي حاليا جيدة، ولكن هذا التصرف والتجاوز على الصحة، طبعا دائرة الصحة تستنكر هذا العمل والذي قام به الحماية بإخراجها من المستشفى الحجر ودخولهم، وهذا يشكل أيضا تهديد على حماية، على يعني صحة الحمايات الموجودة معه. في بغداد أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة من إحدى مستشفيات العاصمة. تظهر هذه المشاهد تكدس جثث الموتى في باحة المستشفى بسبب تعطل ثلاجات حفظ الجثث، وفق رواية الشخص الذي صور المقطع. في المقابل قال مدير مستشفى الكندي إن الجثث لم يتم إدخالها إلى ثلاجة حفظ الموتى لأنها تحتوي على متوفين بفيروس كورونا. في الأنبار أكد المعاون الإداري لمستشفى الرمادي بسمة الكافي أن صحة المحافظة وجدت تقصيرا واضحا في إنشاء المستشفى الكرافاني في منطقة 7 كيلو، مشيرا إلى أن الخلل في المستشفى تم اكتشافه بعد حجر عدد من المصابين بفيروس كورونا. بخصوص المستشفى الكرافاني في 7 كيلو، احنا استلمناه حديثا إنشاء حديث من قبل المحافظة اعتمادا على بعض الشيوخ والوجهاء العشارة الطيبة
استلمناه حديثا في بعض المشاكل، يعني تفاجئنا به لأنه هو إنشاء جديد ببعض المشاكل خصوصا في المجاري، حيث كانت الخزانات مال المجاري كلش صغيرة بحيث ما تكفي للاستخدام، فشكلنا احنا مباشرة لجنة من المستشفى بمتابعة هذا الموقف، فشكلنا لجنة فأخذنا القياسات وده يباشرون بها حاليا بأسرع وقت، ووكو نواقص كهربائية همات هم شكلنا لجنة وهسه دا يتابعون بالموضوع، واحنا تفاجئنا بصراحة بهاي النواقص لأن إنشاء جديد وبناء وقت قصير جدا. شعبيا تصاعدت دعوات المواطنين في محافظة الأنبار للالتزام بمقررات خلية الأزمة والابتعاد عن التجمعات بكافة أشكالها، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا في المحافظة. ندعو من خلالكم جميع الناس، جيراننا، أهلنا، ناسنا، موظفينا، الناس اللي تتراجع الأسواق أيضا، يعني التزام ب يعني خلية الأزمة ومقرراتها أيضا. هذا المرض أيضا إجانا، طبعا هو المرض خطر، كنا نتأمل ما يجينا، دخلنا بقدرة قادر، دخلوا علينا الناس اللي أصلا هي ما ملتزمة. يعني الحقيقة إحنا نهيب من خلالكم جميع المواطنين، نستعطفهم من خلال أنه يلتزمون بمقررات خلية الأزمة ويرتدون الكمامات، الكفوف، القفازات، أيضا التباعد الاجتماعي إلى أثر كبير، التخفيف من الدخول للأسواق، عملية أيضا الازدحام، فضل الازدحامات في هذه الأيام. إلى ذلك صوت مجلس الوزراء على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تواصل مع المصابين بفيروس كورونا. وقال مكتب رئيس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثنى على جهود الملكات الطبية المواجهة لجائحة كورونا، موجها بتفعيل قرار تخصيص قطع أراضي سكنية على الملكات الطبية الذين لديهم تماس مع المصابين بكورونا. نشرتنا مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. وزير الداخلية يشخص مكامن الخلل في الموصل ويؤكد الفساد والتشبث بالمناصب سبب خراب الحدباء. انتقد وزير الداخلية عثمان الغانمي تشبث ضباط في محافظة نينوى بالمناصب ومحاولة تسقيط بعضهم لأجل المنصب، مؤكدا إعادة النظر في توازنات مناصب الأفواج القتالية على وجه الخصوص. وقال الغانمي خلال زيارته إلى نينوى إن الفساد هو من سلم المحافظة لعصابات داعش الإرهابية. انهارت القوات الأمنية بها، خل يسأل كل واحد نفسه من أهالي نينوى لماذا؟ أولها الفساد وعدم احترام المواطن وتجسيد الطائفية بها. إذا نرجع للمربع الأول، لا بالله ما نقبل، راح نكون شديدين بهالجانب هذا، لأن الفساد خراب نينوى وخراب القوات المبنوة أدى إلى تسليم نينوى إلى عصابات إجرامية لا تمت بالإسلام والإنسانية بأي صلة. النقطة الأخرى اللي مشخصة عليكم كلكم كضباط نينوى، حتى أكون صريح معاكم، دائما تتشبثون بالمناصب، واحد يحفر تحت الثاني حتى يجي يبعده بمكانه. أثناء ذلك أكد رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة على يد تنظيم داعش كريم خان، أكد وجود أدلة جديدة تشير إلى زخم كبير في الجهود لمساءلة عصابات داعش عن جرائمها في العراق. وأشار خان في التقرير الرابع الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي إلى أن فريق التحقيق وسع أولوياته في التحقيق خلال فترة التقرير، وذلك للتطرق إلى الجرائم التي ارتكبها داعش ضد المجتمعات في العراق، لافتا إلى أن التعاون مع السلطات العراقية أسفر عن الحصول على بيانات من هواتف نقالة وأجهزة تخزين بيانات ضخمة ذات صلة بداعش، الأمر الذي مثل تحولا محتملا في نموذج محاكمة أعضاء داعش بالعراق. نشدد على أهمية السرعة في تحقيق العدالة لإنصاف ضحايا جرائم داعش وضمان ألا يعود مجددا إلى العراق.
خاصة بعد نشاط التنظيم الأخير في بعض المناطق العراقية. إن المساءلة وضمان ألا يفلت الإرهابيون من العقاب وتقديم أدلة جنائية للقضاء العراقي سيرسل رسائل متعددة، من أهمها أن يد العدالة ستطال هؤلاء القتلة أعداء الإنسانية. من جانبه أكد سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم أكد التزام الحكومة العراقية بالتعاون مع فريق التحقيق وتقديم جميع المساعدات الممكنة. We are reaching the end of the two-year period of team's work. نشدد على أهمية السرعة في تحقيق العدالة لإنصاف ضحايا جرائم داعش وضمان ألا يعودوا مجددا إلى العراق، خاصة بعد نشاط التنظيم الأخير في بعض المناطق العراقية. إن المساءلة وضمان ألا يفلت الإرهابيون من العقاب وتقديم أدلة جنائية للقضاء العراقي سيرسل رسائل متعددة، من أهمها أن يد العدالة ستطال هؤلاء القتلة أعداء الإنسانية. The mandate of the investigation teams. بالعودة إلى ملف ما قام به حماية النائب عن تحالف القوى محاسن حمدون من إخراجها عنوة وبالقوة من مستشفى السلام في مدينة الموصل، نستضيف الآن معنا عبر الهاتف مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي. أهلا بك أستاذ فلاح. أستاذ فلاح، إذا هناك من يتندر بالقول على هذه الحادثة من أن هناك حصانة نيابية ضد كورونا أيضا على ما يبدو في العراق. نعم، بداية مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي قناة الفلوج البطلة والمجاهدة. فيما يخص الحادثة التي تم هذا اليوم من قبل السيدة النائبة، كانت بصراحة تصرف غير مدروس وتصرف خاطئ واستعجال في اتخاذ القرار، حيث قامت قوة من حماية السيدة النائبة بالدخول إلى مستشفى العزل وإخراج السيدة النائبة ثم استحابها وخروجها من المستشفى. هذا الخروج كان بالرغم من رفض كوادر المستشفى ومدير المستشفى خروج السيدة النائبة، على العلم أن السيدة النائبة وحمايتها مدير مكتبها كانت مصابة بهذا الوباء منذ 3 أيام، دخلت إلى المستشفى وقامت بتلقي العلاج، وهي طبعاً من بعض طبعاً الأعراض حالياً، ولكن بدأت حالتها تتحسن. هذا تصرف خاطئ وتصرف يضر كثيراً بأهل المحافظة، وربما تكون السيدة النائبة تلتقي بمواطنين من محافظة نينوى وتقوم في هذه الحالة بنقل الوباء إلى المواطنين، وهذا يشكل خطرا كبيرا على محافظة نينوى التي حققت أقل الإصابات بفعل الإجراءات التي قامت بها كوادر دائرة الصحة نينوى، ولا زالت دائرة الصحة نينوى تتصدى المرحلة أو المحافظة الأولى من بين جميع محافظات العراق في تسجيل أقل عدد من الإصابات، هذا بفعل الإجراءات التي قامت بها من تشريد على الصحة من الأبطال. نعم. طيب سيد نعم. سيد فلاح، لكن النائبة شككت بصحة الفحوصات التي أجرتها صحة نينوى لها، يعني هناك محاولة من بالخروج من هذا المأزق من خلال أنها لم تكن مصابة بفيروس كورونا. أقصى العزيز، أولا الجهاز الذي تم فحص النائبة بها هو الجهاز الذي تبرع به السادة أعضاء مجلس النواب العراقي ومن ضمنهم السيدة النائبة، وتم إشراء هذا الجهاز وهو من أفضل الأجهزة الموجودة في يعني العراق، وإضافة إلى أن الكتاف والمحاليل المستخدمة هي من مناشئ رصينة ومن الوزارة، وكذلك لدينا من الكوادر الطبية، وعلى يعني بعض هؤلاء الكوادر يحمل درجة الدكتوراه، وتم طلب هؤلاء الكوادر للعمل في الوزارة لكفاءتهم
نعم، إذا أنت تؤكد سيد فلاح بأن الفحوصات التي أجريت للنائبة هي فحوصات دقيقة، وأن هذه النائبة مصابة فعلا بكورونا. بناء على ذلك، أنتم في وزارة الصحة، أنتم في صحة نينوى، ما هي الإجراءات التي تريدون أن تواجهوا بها هذا السلوك، خصوصا وأن هذا السلوك يوجه رسائل إلى المواطنين بالدرجة الأولى؟ أولا شكر العزيزة، الفحوصات التي تجري في محافظة نينوى وفي مختبرات الصحة العامة هي فحوصات معتمدة من قبل الوزارة، وقد أشادت وزارة الصحة بالكفاءات العالية التي يمتلكها الكوادر التي تعمل في هذا المختبر. أما الأجهزة المختبرية فما مثل ما تفضلت حضرتك تشرح له أنه الأجهزة المختبرية من أفضل الأجهزة الموجودة، هي نقوم باستلامها من وزارة الصحة. لذلك جميع الفحوصات التي قمنا بإجراءها في محافظة نينوى تم مطابقتها مع مختبرات الصحة العامة في بغداد. نعم، هذه الصورة اتضحت سيد فلاح. بعد ذلك، يعني بعد هذا السلوك من النائبة، يبدو أن هناك خلل بالتواصل مع فلاح الطائي مدير عام صحة نينوى. وانتهت النشرة مشاهدينا، تذكير بالعناوين. محافظون يتفردون بالمقدرات والقرارات، تحذيرات شعبية وقانونية من حصر سلطات بيد المحافظين، ودعوات لتفعيل الرقابة القضائية. بين مشاريع وهمية وأخرى معطلة، 300 مليار دولار في جيوب المتنفذين. مطار بغداد وجهة جديدة لصواريخ الكاتيوشا، قصف جديد يحرج موقف الحكومة، والعمليات المشتركة تشكل لجنة لملاحقة المتورطين. الحصانة النيابية تمارس ضد كورونا أيضا، حماية النائب محاسن حمدون يكسرون أبواب مستشفى الحجر بالموصل ويخرجونها بالقوة. انتهت النشرة مشاهدينا، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة دوت تي في، وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. We'll be right back.